اهلا بحضراتكم من جديد. برحب بضيفي، يعني حارس مرمى صاعد واعد خلال الفتره السابقه، كان متواجد في تدريبات الفريق الاول بالنادي الاهلي، ادهم محمد سيحه، حارس مرمى فريق 2003. منورنا يا ادهم. منورك يا كابتن اسامه. اخبارك ايه يا بطل؟ الحمد لله تمام. قول لي بقى، الفتره اللي فاتت ما شاء الله تم تصعيدك مع الدرجه الاولى تتمرن ودخلت في التمرينات معاهم. قول لي بقى الاجواء، ميشيل يانكوني وهو كان معاكم في قطاع الناشئين وخلاص حافظ قطاع الناشئين والحراس الموجوده في قطاع الناشئين. كابتن ميشيل طبعا مدرب كبير وبيحب الحراس كلها، فان هو يعني بينزل الفتره اللي فاتت، يجي ينزل يتمرن يمرننا ويقول تدريب ويدي نصائح لكل الحراس من كل السنين، فدي طبعا حاجه كويسه جدا في الناشئين النادي الاهلي، وهو بيحبنا كلنا وبالذات تمارينه حلوه. فرصه الفتره اللي نزلها في قطاع الناشئين ان هو حفظ اللعيبه كلها، دي برضو يعني كانت حاجه ايجابيه في مصلحتكم يعني زي ما بقول، صح؟ طبعا ده ادانا خبرات كبيره، هو مدرب كبير وطبعا كان بيقول لنا نصائح، هو يعني مش بيقولها لنا احنا بس، ده كان بيقولها للكابتن الشناوي وكل الحراس اللي دربها يعني. عايز ابتدي معاك بقى الموضوع من الاول. ادهم سيحه، انت من حراس مرمى وادي دجله، صح كده؟ ابتديت امتى؟ ابتديت كوره وانا عندي 7 سنين في اكاديميه وادي دجله، وفضلت في دجله 10 سنين او 9. اول ما ابتديت حارس مرمى ولا كنت لاعب الاول؟ لا كنت لاعب كده، ما كملتش يعني. كلاعب. بس كان عندك الهوايه انك حابب تبقى حارس مرمى. وبعديها بقيت حارس مرمى. وفضلت بقى في الناشئين لغايه اما اتصعدت، بقينا براعم ومن براعم بقينا ناشئين. وفي اخر فتره يعني الحمد لله كنت بطلع اتمرن برده فوق مع الدرجه الاولى في وادي دجله. كويس. وكنت بنزل العب ماتشات مع فرقتي. لفت الانظار علشان كده النادي الاهلي تعاقد معاك السنه اللي فاتت ولا اللي قبلها؟ لا السنه اللي قبلها. اللي قبلها من سنتين النادي الاهلي. مين اللي شافك او في مباراه ايه النادي الاهلي بدا يتابعك علشان تنضم للنادي الاهلي؟ هو من وانا صغير بصراحه يعني النادي الاهلي كان عليك يعني. بالذات في ماتشات النادي الاهلي كنت عامل ماتشات كويسه يعني. كويس. وجت السنة اللي قبل اللي فاتت وانا بنلعب ماتش في النادي في مدينة نصر، كنت عامل ماتش كويس، وبعد الماتش كابتن خالد، المفروض كابتن خالد بيبو المفروض اتكلم مع النادي وادي دجلة ان هو يعني يضمني للنادي الاهلي. يعني كان اول واحد يكلمك بعد المباراة كانت في مدينة نصر كابتن خالد بيبو. كنت سعيد بقى لما النادي الاهلي في الوقت ده يعني بيكلمك وعينه عليك وعشان هتنضم للنادي الاهلي؟ طبعا ده شرف لاي لعيب كوره يعني ان النادي الاهلي يبقى مهتم بيه كده. فاكر اول تمرينه كانت في النادي الاهلي في قطاع الناشئين؟ مين اللي استقبلك وقتها؟ المدرب بتاعك يعني، الكلام اللي اتقال لك؟ اول حد استقبلني كان كابتن راشد الاداري. ده الاداري. وبعديها وداني الكابتن تامر وكابتن سيد غريب. كابتن تامر الدسوقي مدرب الحراس. قعد يتكلم معايا شويه وقال لي انت مش جاي يعني تختبر، انت جاي احنا عارفينك، انزل تمرين اكنك مع فريقك. وطلع كل اللي عندك وان شاء الله حاجه كويسه وخير يعني. مين المدربين اللي مرنوك في قطاع الناشئين؟ قلت لي الاول كان الكابتن تامر الدسوقي. كابتن تامر الدسوقي، والسنه دي معايا كابتن خالد عثمان. خالد عثمان. اتعلمت من كل واحد ايه؟ اتعلم. ابرز الحاجات اللي اتعلمتها جوه النادي الاهلي. اتعلمت طبعا ان احنا كل ماتش نلعبه على مكسب، ما نفرطش في اي نقطه، ونطلع كل اللي عندنا في الملعب عشان احنا بنلعب يعني لنادي كبير ومنظمه كبيره. وان شاء الله يعني السنه دي نحقق اللي هم عايزينه مننا. طيب عايز اسالك بقى عن اول تمرينه، خلاص هتطلع الدرجه الاولى، عايز اسالك عن اول تمرينه، مين اللي استقبلك، كان شعورك ايه في اول مره بقى تدخل ملعب مختار التتش؟ اسمع منك الاجابه ولكن بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد. ادهم قول لي قبل ما نتكلم عن الدرجه الاولى واول تمرينه ليك في ملعب مختار التتش، اهم المباريات اللي انت لعبتها في قطاع الناشئين بالنادي الاهلي، او اول مباراه لعبتها في ملعب الناشئين في مدينه نصر؟ كان ماتش الشرقيه للدخان. كسبنا فيه 3-2.
والماتش ده اول حاجه حصلت في الماتش انا عملت ضربه جزاء اول مباراه ليك. خلي بالك المباراه دي احنا زعناها هنا على قناه الاهلي. ايوه صح. والحمد لله يعني صديتها. وبعديها على طول جبنا جون وتقدمنا 1-0. وبعديها برضو اتحسب علينا. دي لقطات ليك في الماتشات هنا، الماتشات اللي احنا كنا بنذاعها هنا على قناه الاهلي. ده ماتش البنك الاهلي. اتفضل. ومفروض بعد الشوط الثاني اتحسب برضو علينا ضربه جزاء ثانيه. اللي هي خدنا الكوره والحكم قال لنا نلعب ورحنا جبنا جون. وبعديها الحكم راح لغى الجون مع انه هو اللي قال لنا نلعب يعني. بس وماتش الاسماعيلي برضو في نادي مدينه دول مصر. من اهم الماتشات انت لعبتهم في قطاع الناشئين. لما بنذيع الماتشات على الهوا هنا كنتوا بتبقوا سعداء كلاعيبه، وان احنا بنذيع المباراه الناس تبدا والجماهير تعرف اللعيبه والمواهب، تبقى فرصه ليكم تقولوا للناس احنا موجودين والناس تبدا تعرف اسمائكم. طبعا الناس لما بتيجي تقول لنا ان الماتش هيتذاع اللعيبه بتطلع افضل ما عندها. عشان عارفه مش الناس دي بس هو اللي بيتفرج عليهم، ده ناس كمان على التلفزيون. فكله طبعا بيبقى عايز يطلع كل حاجه عنده ان هو يتعرف واسمه يتعرف. وطبعا دي حاجه بتساعد انه يطلع الدرجه الاولى والمدربين فوق يعرفوا كويس. طب قول الو كده شوف هتعرف اللي معانا ولا لا. الو السلام عليكم. ازيك يا كباتن؟ حبيبي يا كابتن اسامه يا هداف، يا نجم النادي الاهلي. عرفت مين يا سيحان؟ ازيك يا كابتن خالد؟ ايوه. حبيبي يا كابتن اسامه. كابتن خالد عثمان مدرب حراس مرمى في 2003. خلي بالك يا ادهم لو ما كنتش عرفت كابتن خالد كنت هتعاقب بكره في التمرين. لا طبعا صوت ما يتنسيش. كان يجري نص ساعه بكره. ازيك يا كابتن اسامه؟ منور يا كابتن خالد، تحياتي ليك. كابتن خالد عثمان مدرب حراس مرمى فريق 2003 في قطاع الناشئين بالنادي الاهلي، ما شاء الله عامل شغل اكثر من رائع. بنشوف الفتره دي ادهم سيحه مع الدرجه الاولى بيطلع يتمرن، قبليه مصطفى مخلوف موجود مع الدرجه الاولى، فشغل اكثر من رائع يا كابتن خالد. حبيبي يا كابتن اسامه، انا بس عايز اسلم عليك، انت وحشني يعني. انا كان وشي حلو عليك، انت اشتغلت معايا سنه ورحت سموحه درجه اولى. وبعدين سنه ورحت منتخب مصر 99. كان وشي حلو عليك طبعا يعني. حبيبي يا كابتن اسامه، لا بص يا كابتن، ادهم من الحراس المتميزين جدا، سواء في ادائهم في الملعب او فنيته او اخلاقيا، حتى هو شخصيه جميله ادهم. ومعاه طبعا مصطفى مخلوف زي ما انت قلت، طلع الدرجه الاولى. مستر ميشيل تقريبا الفتره اللي فاتت تقريبا كان قاعد معانا في قطاع الناشئين شويه. وابدا اعجبه بصراحه بالثلاث حراس، ادهم ومصطفى مخلوف، وفي طارق حسن كمان ده من ولاد النادي بقى له 11 سنه في النادي، ده برده حارس مهاري ومتميز جدا. يمكن الثلاث حراس مرمى بيقدموا بشكل كويس الفترة اللي فاتت دي، وده عامل جو منافسة بينهم، جو كويس قوي. وهم أكتر حاجة بتميزهم الروح الحلوة بينهم كمان، بينهم وبعض. مفيش نفسنة ولا ضغط على بعض ولا الكلام ده خالص. وبنشوف قبلها كمان مصطفى شوبير ما شاء الله، واحد برضه من اللي بدأ يحط أقدام في الدرجة الأولى. وده مقطع النشيب النادي الأهلي ولاد في المركز ده. أنا مش عايز أطول على حضرتك، ولكن أنا هقول لك على حاجة كده بسيطة بس يعني. ان احنا في الفتره الاخيره دي النادي الاهلي يمكن النادي الوحيد اللي في افريقيا اللي دايما بيبقى ما عندوش اي مشكله في حراسه المرمى. يعني احنا عندنا كابتن محمد الشناوي حارس مرمى الاول، علي لطفي الراجل بينزل في اي وقت بيأدي بشكل كويس جدا وبيعمل اللي عليه. مصطفى شوبير مواليد 2000، تخطى كل من في سنه وحط نفسه وسط الحراس الكبار، وده حقه بعد الاداء اللي اداه. وعندك حمزه علاء حارس منتخب مصر الاولمبي 2001، من الحراس المميزين قوي قوي قوي. وعنده ثقه عاليه قوي في نفسه. عندك النهارده مصطفى مخلوف، عندك ادهم سيحه، عندك عمر كمال 2006 حارس مرمى منتخب 2006، ما شاء الله. بتتكلم على عندنا ذخيره كبيره جدا من حراس المرمى في قطاع الناشئين جدا يا كابتن اسامه. يعني انا شايف ان احنا مستوى حراس المرمى عندنا في الفتره الاخيره الثلاث اربع سنين الاخرين لا اتطور بشكل كبير جدا جدا جدا. وانت بقيت سابق انديه كتير جدا بتدور على جون يقعد احتياطي او جون يبقى تاني او تالت او الكلام ده، انت سابقهم بكتير. عندك بسم الله ما شاء الله اربع خمس حراس مرمى، اي حد فيهم يقدر يؤدي في اي وقت ويلعب، ما فيش اي مشكله. الفتره اللي قضاها معاكم ميشيل يانكوني وهو راجل ودود كده وحبوب يعني بلغه الكوره، جميل دخل معاكم وانسجم بسرعه
وفرصه كمان انه بدا يعرف الحراس اللي موجوده في قطاع الناشئين علشان لما يبدا يتم تصعيد الحراس دول للدرجه الاولى. دي حقيقه فعلا. هو الفتره اللي قعد معانا فيها هو مستر ميشيل في حاجه كويسه قوي قوي قوي، بيدقق في التفاصيل. كويس. بيدقق في التفاصيل في التمرين، في تفاصيل التفاصيل. ودي حاجه كويسه جدا. وكان الراجل عامل برنامج بنمشي عليه كلنا مع بعض، وهو كان بيتنقل بين الملاعب كل يوم مع كل الفرق، وخد فكره عن الفرق كلها وحراس المرمى الموجودين في النادي. هو الفتره الاخيره قبل ما يطلع في الدرجه الاولى قال لك انا خلاص انا حطيت ايدي ازاي هيتم تطوير مركز حراسه المرمى في النادي لمده 10 سنين قدام، النادي ما يحتاجش اي حارس مرمى. وفعلا هو الراجل عمل مشروع، يعني زي ما حضرتك عمل مشروع لتطوير حراسه المرمى في النادي الاهلي، والراجل اشتغل بصراحه اشتغل عليه كويس جدا جدا جدا، وشغله مفيد جدا معانا. وحقيقه انت عامل برضه شغل اكثر من رائع، وكمان الكابتن خالد بيبو وكل القائمين والعاملين في قطاع الناشئين. طبعا طبعا كل القائمين، كل القائمين على العمل بصراحه. هي المنظومه، بص يا كابتن اسامه، المنظومه كلها ماشيه باستراتيجيه واحده بنظام واحد، كل الناس ماشيه زي المكنه والتروس كده، انت ماشي جوه الترس الدنيا ماشيه كلها مظبوطه، ما حدش بيخرج بره. نشكرك شكرا جزيلا كابتن خالد، ونتمنى لك ان شاء الله كل التوفيق خلال الفتره اللي جايه. نروح لفاصل، وبعد الفاصل مستمرين مع حوارنا مع الصاعد الواعد حارس مرمى فريق 2003 ادهم محمد سيح. اهلا بحضراتكم من جديد. ادهم حد بعت لي دلوقتي بيقول لي حارس مرمى 2003 ادهم محمد سيحه، بيقول لي هو سيحه ده اسم الشهره ولا اسم العيله؟ لا هو ده لقب في العيله. لقب في العيله أوه. يعني مش اسم الشهر. لا. طيب قول لي بقى، كلمنا عن فتره الناشئين، اول تمرينه ليك مع الدرجه الاولى، مين اللي بلغك عشان تطلع الدرجه الاولى؟ اللي بلغني كابتن راشد ليدار، قال لي ان الدرجه الاولى عندي تمرين معها يوم كذا الساعه كذا. مين اللي استقبلك بقى اول ما طلعت اول تمرينه مع الدرجه الاولى؟ مين اللي استقبلك فوق؟ كابتن عمرو الاداري بتاع الدرجه الاولى، وعم حارس طبعا راجل يعني محترم جدا. ده هم دول اول اتنين استقبلوني. ودخلت التمرين بقى، انت اتمرنت مع الفتره كان موجود فيها الشناوي ولا ما كانش الشناوي موجود وقتها؟ لا انا لا الفترتين اللي طلعت فيهم كان كابتن الشناوي في مع المنتخب. مين اللي كان موجود؟ علي لطفي؟ علي، كابتن علي، وكابتن اوفا، وحمزه. قول لي بقى التمرين، تمرين مع ميشيل يانكوني تمرين مختلف طبعا. طبعا بيشتغل على كل حاجه تحت الثلاث خشبات، على كل حاجه كبيره وحاجه صغيره، واهم حاجه الحاجه الصغيره قبل الحاجه الكبيره. وبيهتم زي ما الكابتن خالد كده قال بالتفاصيل. وطبعا تماريناته يعني ليفل عالي قوي، والتمارين فوق يعني اجواء التمرين فوق طبعا مختلفه كمان. مختلفه طبعا طبعا عشان احتكاك اقوى واكبر. طموحاتك ايه مع النادي الاهلي يا ادهم؟ احنا ان شاء الله حاطين هدف قدامنا مع الفرقه تحت ان احنا ناخد الدوري السنه دي. وان شاء الله نطلع اكبر عدد من اللعيبه للدرجه الاولى. طموحاتك انت الشخصيه بقى. طموحاتك انت الشخصيه مع النادي الاهلي. انا طموحاتي ان انا في يوم من الايام ابقى حارس مرمى النادي الاهلي ومنتخب مصر. وانا ان شاء الله يعني ناوي احقق كده، احقق الهدف ده. وبالتمرين طبعا وكل حاجه تقدر تحقق اللي انت عايزه يعني. مين الجون اللي بيعجبك اداؤه في الملعب او مثلك الاعلى سواء محليا او عالميا؟ محليا طبعا الكابتن الشناوي. اكتر حاجه بتعجبك في الشناوي ايه؟ شخصيته وثقته في نفسه، مهما الناس اتكلمت عليه هو عارف هو ايه ومستوى فين. خلي بالك محمد الشناوي واحد برضو من اللي خرجوا من قطاع الناشئين بالنادي الاهلي، مر بتجارب اعارات او لعب في انديه وبعد كده رجع بيته مره ثانيه النادي الاهلي بخبرات اكبر، وكان عنده تحدي كبير ان انا ازاي اكون اساسي النادي الاهلي، وبعد كده كان حارس مرمى منتخب مصر في كاس العالم. نفسك انت منتخب مصر 2003، واحنا كمان يعني بعد حوالي 4 5 شهور بطوله كاس الامم هتكون موجوده في مصر. طموحاتك برضو مع منتخب مصر انك تكون متواجد مع منتخب الكابتن محمود جابر؟ طبعا طموحات اي لاعب في سننا ان هو يبقى موجود في منتخب الشباب. وان شاء الله يعني اكون موجود مع المنتخب في البطوله.
ان شاء الله، وان شاء الله يعني حتى لو من غير يعني ان شاء الله المنتخب بتاعنا هيعمل حاجه كويسه في البطوله دي ان شاء الله تكون موجود ومع النادي الاهلي تاخد فرصه. بشكرك شكرا جزيلا يا ادهم وكل التوفيق لك خلال الفتره اللي جايه. شكرا يا كابتن وسام، ان شاء الله نشوفك يعني مع الدرجه الاولى قريب ان شاء الله. بكده وصلنا نهايه حلقتنا، بشكر ضيفي ادهم محمد سيحه حارس مرمى فريق 2003، وزي ما بقول لحضراتكم دايما اطمنوا على قطاع النشئين بالنادي الاهلي وخاصه كمان على مركز حراسه المرمى في النادي الاهلي. عندنا ما شاء الله ذخيره كبيره جدا من المواهب الصاعده في قطاع الناشئين بالاضافه الى الناس الموجوده محمد الشناوي، علي لطفي، مصطفى شوبير، حمزه علاء. بكده وصلنا لنهايه حلقتنا، ولكن قبل ما اختم حلقتنا تذكروا الايه الكريمه في سوره النور: ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشه في الذين امنوا لهم عذاب اليم في الدنيا والاخره والله يعلم وانتم لا تعلمون. بشكر حضراتكم شكرا جزيلا، واشوف حضراتكم الاسبوع اللي جاي وحلقه جديده من الاشباك.